قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم لن يطمئن ما لم يتم الكشف عن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي مؤتمر صحفي عقد أردوغان في ختام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، أوضح أن العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئن حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب الجريمة. حتى وهو يعتلي منصة في قمة العشرين لا يحيد التركي عن خصاله، هو حتى الرمق الأخير يقاتل لا يعرف الاستسلام، عنيد كعادته بحضور أزمات بلاده أو باستحضار قصة خاشقجي قتيل القنصلية السعودية في إسطنبول. ولي العهد السعودي أرسل نائبه العام إلى تركيا للتحقيق في القضية، لكنه لم يقدم أي معلومات لأنقرة. في الحقيقة من المستحيل قبول موقف ولي العهد السعودي الذي لا يتهم المسؤولين عن الجريمة. لا قناعة تركية إذن لكل السرد السعودي منذ مصرع خاشقجي الذي انتهى مسار حياته في 7 دقائق ونصف الدقيقة. يتحدث الرئيس عن أدلة. لدينا أدلة على أن خاشقجي قتل في 7 دقائق ونصف، وقدمنا هذه الأدلة لكل الدول التي طلبتها بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية. خاشقجي حضر بخجل وسط ثراء المال، فلا صوت أعلى منه إلا من أردوغان والشاب الكندي هنا، فيما الحديث الرسمي الأمريكي لا يحيد عن إطاره. لقد قرأت كل المعلومات الاستخباراتية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة. لا يوجد دليل مباشر يربط محمد بن سلمان بقتل جمال خاشقجي. في الخارج بح صوت هؤلاء، ففي بوينس آيرس الهواء العليل بلغتنا. هناك من يلوث الأجواء، فالضيوف غير مرغوب بهم، بينهم من تلطخت أيديهم في حروب وأزمات، وبينهم من يسير مختالا لا تفارق الابتسامة محياه وقد تلطخت يداه بدم صحفي.